عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوبة الصناعية الذي يعد إضافة جديدة لمواني مصر الخمسة على البحر المتوسط. كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوبة الصناعية والتي تشمل المنطقة الصناعية واللوجستية ومركز الأعمال إلى جانب مناطق تنمية عمرانية فضلا عن مناطق التنمية السياحية. وخلال الاجتماع تم استعراض عددا من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب. تشهد مبادرة الرئيس السيسي لخفض الأسعار إقبالاً كبيراً من المواطنين في محافظة أسيوط، وتتوصل المبادرة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأكثر من 40 محلاً وسلسلة تجارية لسبع سلع أساسية، ويتم التأكد بصورة دورية على توفر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى قيام المديرية ومباحث التموين بتنفيذ حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار قريب الأسواق والمحلات. هنا في محافظة أسيوط عندنا 40 منفذ وسلسلة غذائية مشتركين في المبادرة. المبادرة بتشمل سبع سلع أساسية: زيت وسكر ورز وعدس وفول والبان وجبن. الأسعار هنا مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية من 15 ل 25%. شغالين في قطاع الرقابة بالمديرية بالتفتيش على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، بس حاليا دلوقتي يعني الدولة كلها توجهاتها على السلع الأساسية للمواطن. هدفنا سلعة السكر، سلعة الزيت اللي بتمس المواطن اللي محتاج السلع دي. حضرتك نشكر الرئيس على التخفيضات اللي عاملها في المبادرة اللي هي السكر النهاردة في 27، ويعني نشكر الرئيس الصح اللي بيعمله، ويعني كتر خيره اللي بيعمله مع الشعب، يعني حاجه كويسه للشعب اللي هو عامل. بالنسبه للسلع الاساسيه متوفره وسعرها مطبع عليها سعر السكر معبأ 1 كيلو 27 جنيه، بدل السوق الخارجي تقريبا بره وصل 35 جنيه و40 جنيه. كل شيء كتير هنا هوت، وكل شيء رخيص احسن من بره، وكل حاجه كتيره. ويشكر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرية للبيع وسط تداولات بلغت 19.8 من 10 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقية 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.1% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي، مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 1.11% لتسجل 80.28 دولارا البرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.28% لتصل إلى 75.68 دولارا البرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 91% لتصل إلى 2.76 دولارا للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 91% لتسجل 3.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في الولايات المتحدة زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن، وهو ما قد يساعد البنك المركزي الأمريكي في معركته لكبح التضخم. وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13,000 إلى 231,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع الماضي.